هذا المعرض فلسطين قبل 1948، معرض تصوير ضوئي قام بالتعاون مع مركز خليل السكاكيني الثقافي ومع المؤسسة العربية للصورة ببيروت. المعرض هو أحد المجموعات اللي طلعت من المؤسسة العربية للصورة بتنظيم الفنان أكرم زعتري ووصل على فلسطين. فمركز فتح المدرس توجه لمركز خليل السكاكيني بطلب نقل المعرض للجولان، ومركز السكاكيني رحبوا بالفكرة. بتخيل انه هالمعرض له جنبين، له جنبه الفني كعمل تصوير ضوئي وله جنبه التوثيقي، جنبه التاريخي والسياسي، اللي هو بيمثل نصوص بصرية مهمة بقراءة تاريخ نحن ما عشناهوش، بيمثل نص اللي جدير بالبحث. وللتأكيد على النقطة هي، فبمركز فتح المدرس رح ينظم ندوة يوم الأربعاء ب 13 الشهر يستضيف فيها منير فخر الدين، يتحدث عن الصورة كنص تاريخي، يتحدث عن الفترة التاريخية، عن تاريخ فلسطين وحيوية وأهمية دراسته. هذا المعرض هو بيصير سؤال مهم، ليش فلسطين أو ليش تاريخ فلسطين بالتحديد، وشو بيهمنا تاريخ فلسطين؟ يعني بالنسبة لي تصور كلنا نحن بالجولان المحتل عايشين، نحن فلسطينيين بالتجربة، نحن مش فلسطينيين بالهوية الوطنية تبعنا، بس نحن فلسطينيين بالتجربة، وهذا التاريخ بيهمنا بكل أشكاله. هذه الصور الحلو فيهم أو الشيء المميز فيهم إنهم بيجيبوا وجهة نظر النخبة الفلسطينية، فهي يعني هذا بالتحديد يعني العائلة، في تركيز على الصور العائلة الفلسطينية، وهذا يعني بيقول لنا كثير عن هذا، عن تاريخ فلسطين بهذيك الفترة، وعن شيء اسمه بتصور هو يعني التاريخ الاجتماعي للنخبة العربية. وهون في سوء فهم بتصور او تصور لشو هي تاريخ النهضة العربية، على اساس انها كانها تاريخ افكار مجردة، اللي نحن بس مجرد نرجع لها كمصدر من نتعلم منها مغازي للحاضر. بس النهضة بالحقيقة هي تاريخ اجتماعي، يعني هي العائلة اللي بتشوفها البرجوازية، الطبقة الوسطى اللي تشبه بأوروبا، هي بالضبط المشروع السياسي والاجتماعي والثقافي للنهضة اللي تحقق بفترة الانتداب، بفترة المشروع الوطني. يعني بالرغم من الانتداب بفلسطين كان في مشروع وطني فلسطيني، مثل ما كان في مشروع وطني سوري ولبناني، وكان في بفلسطين تحديدا كانوا يشوفوا حالهم جزء من سوريا الكبرى بالرغم من الهوية الفلسطينية الخاصة. هذا بشكل عام يعني بنشوف احنا من هون قديش احنا جزء من هذه التجربة بشكل الأوسع، بشكل العام الجغرافي الوطني. بس من ناحية التاريخ الاجتماعي، الصور اللي بنشوفهم هون هم صور المدينية، صور نخبي اللي نحن يمكن بعيدة عنا، يعني نحن حدثتنا وتحديثنا كسكان الجولان المحتل نشأ بظروف مختلفة نهائيا عن ظروف الثلاثينات والأربعينات، ظروف المدينة العربية بهذيك الفترة أو مدن العربية ببلاد الشام. فالنظر التطلع بهذا يعني بهذا النظر لهذه الصور بصير شيء غريب، شيء بس شيء يعني مألوف. اللي بيدرس التاريخ بيشوف يعني بينشد له بشكل خاص بتصور، بس اي مشاهد اللي بيشوفه، اي شخص اللي بيجي بيشوف هذه الصور الا ما يشوف شيء اللي يفاجئه ويشده. يعني لاحظت بعض الحضور لفت انتباههم صور كمال الاجسام، شاب بيعمل كمال الاجسام برام الله بالتسعينات. كمال الاجسام كان جزء من بناء الانسان الجديد، يعني هو جزء من تاريخ النهضه الاجتماعيه انا بسميه، خاصه بالتسعينات والاربعينات، ومربوط بايديولوجيا الحركات القوميه او الحدثيه باوروبا. في ناس بيربطوها بالفكر الفاشستي، يعني فكر اللي بيبني الانسان جديد وقوة الانسان وجسده وجماله وكذا، هي مركزية فيه.
الطبقات اللي ممكن واحد يشوفها بهذا التاريخ ومن خلال هذه الصور عديدة جداً، يعني صعب اختصار جميع الصور بفئة واحدة، لأنه في انتقائية مقصودة بالصور من اللي أعدوا المعرض أنهم يعكسوا يعني أكبر عدد ممكن من الجوانب الحياة في فلسطين قبل 48. فمن الصعب أن واحد يجمع يقول في منطق واحد يجمع كل الصور. بس اللي نفت انتباهي هو الصور العائلية اللي حكيت لك عنها، لأنها بتصور أكثر عفوية. في بعض الصور اللي منتقطة من عدسي مهني، يعني مصور مهني اللي انتقطها من أجل توثيق حدث معين لمخزن تاريخي، بس الصور الأكثر طبيعية الأكثر من حياة العائلة وتعكس أو بتحاول تأخذ صورة عن حياة العائلة والحداثة العربية والنهضة، هي اللي لفتت لي انتباهي بشكل محدد. وتصور أنه مشروع النهضة ومشروع الحداثة ومشروع العائلة ومشروع الطبقة الوسطى الثقافي هو مشروعنا، يعني إحنا بنعيشه اليوم حتى ولو ظروف كثير مختلفة، تمدننا كثير مختلف تحت الاحتلال وعلى هامش الاستعمار الإسرائيلي، بس الأسئلة اللي تطرح طرحت تاريخيا ما زالت تطرح اليوم، خاصه الاسئله الاجتماعيه، التعامل مع التراث، مع التقاليد، العلاقه بالغرب او باوروبا، التاثر الثقافي، معنى الهويه، المشروع التحرري، مشروع النهضه، كل هذه الاسئله ممكن بالرجوع للتاريخ طبعا مش من خلال الصور بس بدراسه التاريخ، هي اسئله اللي بتغني الحاضر تبعنا والمستقبل تبعنا. يعني احنا في شطنا تاريخيا على بنقطه بروايه تاريخيه معينه، يعني في بدايه الى مشروع النهضه كان نخبوي، تحول بالاربعينات والخمسينات والستينات لمشروع القوميه والفكر القومي اخذ اكثر منحى شعبي، كان اقل نخبوي بس نشات نخب جديده. اليوم احنا بنعيش تفكك، يعني فيك تحطه بهذا المساق بس اذا بتطلع بشكل مركز على الحياه الاجتماعيه ببلده مثل مجد الشمس بتشوف انه في اسئله اللي ما زالت حاضرة من الماضي. بالنسبة لهذا المعرض كثير هذه الأسئلة، يعني كثير مغني، كثير مثير إنه معرض من هالنوع بيجي على مركز سيد الدرس. بشكرهم على المبادرة.